passera pas la balle. Flag of team check, but they were warned. Omar gets the first goal of the game for West Brom. Kempala. Omar with a bit of space. Yay, Omar! That's much, much better. Into the top left-hand corner. 10 goals last week for him. He's been quiet so far in this game, but that's what he can do. Linadic, Omar, he's got space. Left his defender for dead. Nice play there. Yeah, you're Omar. Let's look at that one again. Well, Kulesh didn't really do much of a defensive effort on that occasion. لليتش يلعب الكره كره ليسي حق خالد عايزين يعملوا هجمه سريعه عايز يعدي نيني ديتش يلعب الكره هايلا اليايا يحيى خالد الواحد الباك اليمين للمصريين يتعادل لباس بريم اول اهدافه من تصويتين بنسبه 50% لكن قال له الكره 100% بخبره غير عاديه بيتر نيني ديتش نقل بين مرة تانية ميلفن يلعب الكرة لودفيك تتقطع الكرة عايز يعمل خطورة بيترنيني ديتش يمرر كرة هايلة يا سلام على السرعات اللي تنهي العبارات عن طريق اليمين الخبرة تمنع الخطورة كورة ليس يحيى خالد الواحد والمرمى خالد الباك اليمين لباس بريم والمصريين يتقدم كورة ليس الحارس اللي شال هدف سمين The line player was there, but the pass wasn't good. Ball over the top to Yahya Omar. He takes it away, fires that one into the top right-hand corner, and it's 3-0 to West Brom. There was the attempted pass. Itarica and Silva not really connecting there. The idea was good, but it was punished down the other end. Transitioning from the center of defense, ball out to Omar. He didn't really fancy himself for a moment there, but backed himself eventually and fired that one just past the head of the keeper. And with that, we have our first timeout already. Magnus Andersson clearly not happy, and he's every right not to be. Not been a good start. Let's save by Corrales this time, straight into his hands. Fast break opportunity. Margic lays it off to Omar. He fancies his chances in the wing. Yahya Omar, well, he can do it on the wing as well. You can see as soon as he got his hands in the ball, he was like, I am going for this. Yahya Omar hasn't had the best of days in the back. He started the game at right back. He's come back in now. And with that, ball over the top to Omar. And Yahya Omar celebrates momentarily with the away fans. That pass into the line just going straight through the hands of Vitoriza Matrevski. Thank you.
هيك بيتر نينيديتش يلعب الكرة للواحد يشوط الكرة ويعمل خطورة اليايا اللي تصويباته حكاية الباك اليمين لكن تتقطع وتروح راسموس يحيى خالد انفراد تام يحرز هدف هام الريمونتانا بالمهارة فوق العادة اليايا الحكاية بريم 4-4 هو كاسبر مارجويتش الجناح اليمين خورخي 3 أهداف من 4 تصويبات ودول الهدفين أول الأهداف لفاس بريم مرة تانية يحيى خالد من سبات ينهي السكات الباك اليمين للمصريين اليايا ابو تصويب حكاية يلعب حلوة قوي خبرة كبيرة قوي اللاعب ده خبرة كبيرة لولا الاصابة كان راح في حتة تانية عايز يعدي هذه الثانية يحيى خالد الواحد الحكاية اليايا ابن المحروسة يا بس كانتي ماهي يقطع من على الدايره يسيب الكوره يحيى خالد عايز يعدي يشوط الكوره يعمل الخطوره الباك اليمين لباس بريم بدا مشواره مع كره اليد بقوه وجد من نادي الجزيره مع كابتن ميمي ثم انتقل لنادي الزمالك ومنه لباس بريم الواحد يحيى خالد لقاءاتهم اللي بيخسروها بيلعبوا لاخر ثانيه مره تانية يحيى خالد الغضبان واليايه يجيبها مره تانية حكايه يا سلام يا سلام حصل على افضل لاعب هنا في مصرنا في اخر بطولة عالم هذا اللاعب يحيى خالد امام سلوفينيا رائعة كورة بص الخطورة ابن المصريين يحرز الهدف راكوتا مرة تانية يحيى خالد بص المهارة اللي نهبيها العبارة لف الكورة بشطارة بشطارة بص شوف عمل ايه في حارس الضيوف خليفة الغضبان لو جت في العادة هتشوف الإفادة هدوء الأعصاب مع الهدوء الأداء يروق بص أدي الكورة خدها طالع له خليفة لف الكورة بسهولة جدا هنا مهارة غير عادية هنا مهارة غير عادية بإمضاء اليايا أبرز الأسماء في حراسة المرمى في أوروبا هذا الحارس مرة تانية يحيى خالد اليايا الجمهور اللي غير الامور يشجع الباك اليمين لباس بريم والمصريين يحيى خالد ويحرز الهدف 17-26-17 يلعب الكره ليحيى خالد الباك اليمين عملها حلوه قوي سرعات عاليه كور غاليه من يحيى خالد 7 أهداف من 8 تصويبات في اللقاء الى الان 7 راسموس لكاي هيلعب ايه هيروح على الباك اليمين لكاي يروح على صانع الالعاب تقطع في الخط الخلفي الخط الخلفي الباكين وصانع الالعاب صانع الالعاب يلعب للباك اليمين يحيى خالد يمر يعدي كويس قوي يحيى خالد عملها رائعه من الباك اليمين عمل